هو شيء مؤلم للغاية. القلاف سيد حسين القلاف النائب السيد حسين القلاف لم يصافح صاحب السمو أمير البلاد، لم يصافح صاحب السمو أمير البلاد، مو رئيس الوزراء، سمو أمير البلاد والد الجميع، ما سلم عليه. ليش يا حسين القلاف طلع كلام لنا أنه يقول والله أنا مريض، أنا رجل مريض وما حبيت أعدي أنقل العدوى إلى صاحب السمو أمير البلاد. أنا شفت سيد حسين القلاف واضح أنه مسخن، واضح مدخلين، حتى بتشوفون بعد شوي الفيديو مدخلينه ينقلونه على نقالة وبطانية مغطين بطانية ومتلملم ابن الحلال متكرفس له في, 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 في فروة من كثر الحرارة، سخونة عليه سخونة. خلونا نشوف الآن حسين القلاف وهو مسخن ابن الحلال في الجلسة، هل مساكين شوفوا هاللقطة. المادة 110 واضحة، مادة 110 استريح، أرجو عدم استريح استريح، ما في نغث نظام، استريح. الأمين العام، أمين العام ينادى بالأسماء للتصويت. شوف 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 مسباحة، شوف مسباحة، واضح أن مسباحة إيده إيده إيد المسخن، شوف حتى رفعت إيده اليمين، واضح أنه مسخن. اجلس شوي. شوفوا وقفته الحين، وقفته مسخن، وقفت واحد فيه ابو حمير. استريح ابو حمير الحين بك. شوف استريح زين، استريح. خلوا عنك محمد صقر، ركزوا على 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 القلاص. شوف واضح حتى اشارته ومشوح بيده انه مريض. يا مسكين يا مسكين، لا مريض. يقول لك هذا كلام حتى لو يقول ترى هذا النقاش أبو خير ما اسمع. أقعد مرزوق، أعطي واحد منكم يأخذ نقطة. شوف يا مرزوق، اسمع أنا أقول لك. شفتم صيخين في أبو حمير، يا الله أني يتحرك ابن الحلال، يكحكح من اليوم وحالته حاله، والضمادات وهالشاش عليه، واضح انه مريض. حتى من سبحته اللي المتعافي اللي ما فيه الا العافيه، لا سبحته يرجع ظهره ويسوي. حسين القلاف كان مسوي هالشكل، مصيخين فيه ابو حمير ابن الحلال. شوف حتى رفعته للمسباح. انا ابو سلم لا مريض، لا مريض ابو صادق. أبو صادق لا قال شيء، ترى ما يكذب أبو صادق، يقول أنا مريض، وأبو صادق صادق ما يحتاج. شفتوا بما فيه الكفاية، ما نبي نتشمت على المرضى وهو صديق، ونتمنى له الشفاء العاجل، نتمنى له الشفاء ولمحبي لمؤيديه من ربعه في البرلمان الشفاء العاجل. طيب